أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخي يدرس في بلد عربي ويشيع لديهم الاحتفال بالمولد النبوي، ويقول لي بأن جهة الإفتاء الرسمية في تلك البلد قد أجازته. هذا غلط، وإن أجازته جهة الإفتاء هذه فتوى خاطئة، لأن هذه فتوى إجازة البدعة، فهي فتوى خطأ. البدع حرام ومنكر، فلا يبرر لهم هذا، هذه الفتوى لا تبرر لهم العمل بالبدعة، بل عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تشاركهم في هذه الأمور. مع النصيحة لهم أنت لا تشاركهم، مع مناصحتهم والبيان لهم، لعل الله أن يهديهم. نعم.